السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معاكم هذا البريوش محشي بصلصات ديال الكوك اللي كيجي رائع بزاف وكيجي خفيف. فنتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير ديالو وطريقه التحضير. اذا كنت اول مره كتزوروا القناه، ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكا توصلوا كل جديد القناه. فندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. ونبداو على بركة الله. فغادي نحتاجو في المقادير ديالنا ديال العجين، عندنا 250 غرام ديال الحليب اللي غادي نرطو باش يسخن هكا باش تخمر لينا العجينة ديالنا ضيا، حيت الجو عندنا بارد. صافي، هنا ملي سخنت الحليب غادي نضيف ليه السكر سنيدة، عندي هنا 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيدة اولا 80 غرام ديال السكر. غادي نضيف ليهم نص كاس ديال الزيت اولا 60 غرام ديال الزيت، فهنا عبرت لكم بالكاس ديال العنبه. وغادي نضيف بيضه وحده، غنخلط مزيان. وغادي نضيف معلقه وحده ديال الخميره، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نخلط مزيان هكا حتى كتذوب عندنا ديك الخميره لهذا الشكل. وغادي نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق، اي 5 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق. غادي نضيفها كلها لهذا الشكل وغادي نخلط بسباتولا. فهنا دابا غادي نضيف الملحه، فالملحه خليوها حتى الاخير حتى ديروا الدقيق، عاد تضيفوا الملحه ديالكم هكا باش يعني ما تخسروش الخميره. صافي، هنا غادي نجمع هكا بسباتولا، نحاول نلم ديك العجينه هكا حتى كنحصلوا على العجينه اللي كتكون هكا مجموعه، حتى كنشوفوا العجينه ديالنا تجمعات، ومن بعد غادي ندلكوها باليد. فانا ملي خلطت مزيان دابا غادي ندير العجينه ديالي فوق سطح العمل، غادي نرش شويه ديال الدقيق وغادي نحط العجينه ديالي وغادي ندلكها مزيان باليد. فانا ترشوا عليها شويه ديال الدقيق ضروري هكا باش تساعدكم انكم تخدموها، فالعجينه ما كتجيش جاريه بزاف يعني كتجي مجموعه هكا. باش تجينا العجينه ديالنا رطبه خصنا نخدموها مزيان وندلكوها باليد حتى كنحصلوا على عجينه اللي كتجي مخدومه وكتجي رطبه بزاف، باش هكا يكون عندنا البريوش ديالنا ناجح وكيجينا يعني خفيف بزاف ملي كيطيب. فانا تقدروا ديروا البريوش ديالكم في العجانه، يعني ديروا جميع المقادير وتخليوه يعني حتى كتعجن العجينه ديالكم مزيان حتى كتحصلوا عليها على هذا الشكل كما كتلاحظوا، يعني كتجي مخدومه وكتجي رطبه. دابا غادي نخليها حتى كتخمر، يعني من الاحسن ديروها في شي بلاصه اللي كتكون دافيه هكا باش تخمر لكم ضيا، حيت الجو يعني بارد بزاف. وفي هذه الاثناء غادي ندوز باش نصيب يعني الحشوه اللي غادي نديرو الوسط ديال البريوش ديالنا. خديت هنا 80 غرام ديال الزبده اللي تكون هكا بحراره ديال المطبخ، اللي غادي نضيف عليها 4 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، وغنخلط مزيان هكا بسباتولا حتى كندخل كامل داك السكر في الزبده. فمن الاحسن تكون هكا الزبده تكون بحراره ديال المطبخ هكا باش تسهل عليكم الخدمه هكا حتى كنحصلوا هكا على شكل كريمه كما كتلاحظوا. دابا غادي نضيف الكوك، غادي نضيف 3 ديال المعالق كبار ديال الكوك، وغادي نخلطو مزيان حتى كينسجموا ليا جميع العناصر. وهنا ملي خمرت عندي العجينه كما كتلاحظوا يعني كتجي طالعه، يعني كيتضاعف عندنا الحجم ديالها، فهنا ما غاديش نعجنها، غادي ناخذها هكاك نحاول نزل فيها ديك الخميره وغادي نحيدها ونحطها فوق سطح العمل، غادي نرشو بالدقيق وغادي نحاول نسرح العجينه ديالي هكا باش تسهل عليكم انكم تدلكوها. فهنا ملي دلكتها مشى ليا المقطع اللي كندلك فيه هكا العجينه، المهم كتسرحوها تعطيوها شكل يكون مستطيل كما كتلاحظوا، نحاول نقطعها من الجناب
هكا باش تجينا العجينة ديالنا مقادة على هذا الشكل. دابا غادي ناخد هاد الكوك اللي خلط هنايا مع الزبدة والسكر وغادي نحطه فوق العجينة ديالي وغادي نحاول نسرحو على العجينة كامل من الفوق على هذا الشكل. وغادي ناخد العجينة ديالي وغادي نحاول نطويها على جوج على هذا الشكل. نحاول نقادها باش تجينا مقادة. صافي هنا غادي ناخد العجينة وغادي نحاول نقطعها في النص ديالها وكل طرف تاني غادي نقطعو على النص وهكا كنستمر حتى كنكمل. كما كتلاحظوا هكا باش يجي منها الشريطة اللي كيكونوا مقادين. فهنا كما كتلاحظوا كل شريط كنحاول عاوتاني نقطعو في النص ديالو على هذا الشكل هكا كيجيونا مقادين. دابا غادي ناخد كل شريط غادي نبدا نلويه هكا على شكل شنك على هذا الشكل. طريقه سهله وواضحه. فهنا كتجينا ديك الطبقه ديال الكوك والسكر اللي درنا يعني كتجي باينه. صافي هنايا كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي فكتخرج لينا 16 حبه. فهنا بالنسبه للبريوش ديالكم فتقدروا ديروا هكا غير في هذه اللاطه ديال لي كاب كيك فتقدروا تاخذوه وتحطوه هكا تسدفوه كامل في ديك اللاطه اولا ديروه في شي مول كما غادي ندير انا ولا في شي طوايل عندكم صغيره ديروا ليه الورق ديال الزبده من التحت اولا تاخذوا شي مول ديال الزاج بحال هذا وتسدفوا فيه البريوش ديالكم فكيجي نيشان كما كتلاحظوا يعني كتخرج 16 حبه. ويا ريت تخليو هكا شويه الفراغ بيناتهم حيت باقي غادي يخمروا ويتضاعف الحجم ديالهم. فانا غادي نخليهم واحد 10 دقائق حتى يعني يطلع فيهم الخبيره وغادي ناخذهم وغادي ندهنهم بالحليب يعني ما غاديش ندهنهم بالبيض غادي ندير لهم الحليب من الفوق هكا باش يجينا البريوش ديالنا يكون خفيف يعني يكون مرطب ومنها كيعطينا داك اللون اللي كيجي مذهب من الفوق. وفي هذه الاثناء تنكون يعني شعلت على الفران هكا باش يكون عندنا سخون. صافي وغادي ندخلها للفران حتى كيطيب عندنا يعني كنشعل لتحت والفوق كنديرو على عافيه اللي مهيله حتى كيطيب عندنا كنشعل عليه الفوق هكا باش ياخذ لينا هذا اللون اللي يكون محمر. صافي وكنخرجها هذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظي يعني كتجي طايبه يعني كتجي محمره من التحت ومن الفوق كتجي رائعه بزاف. هذا هو الشكل ديالها نتمنى ان شاء الله تعجبكم. فهنا غادي نحيدها من المول. فهنا كما كتلاحظوا كتجي عندنا يعني معسله في التحت حيت ديك الزبده اللي درناها وداك السكر كينزل لتحت وكتعطينا واحد القرمشه في البريوش ديالنا كيجي جد رائع كما كتلاحظوا يعني البريوش ديالنا كيجي خفيف بزاف كيجي رطب حيت درنا يعني ديك الزبده يعني كترطب لينا العجينه. فديك الكوك يعني كتجي باين هكا من الوسط. فانا غادي تاخذوا الناباج اولا العسل اولا الكونفيتور اللي متوفر عندكم غادي تدهنوا به البريوش ديالكم من الفوق وغادي ندهن به حتى الجناب على هذا الشكل. وغادي ناخذ الكوك وغادي نحاول يعني نديروا ليه هكا غير من الجناب في الطريقه واضحه في الفيديو. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذا البريوش كيجي جد رائع ولذيذ بزاف ما تشبعوش منه صراحه. انا متاكده ان شاء الله غادي يعجبكم الا جربتوه. فهذا يكون هذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى ان شاء الله ان الوصفه اللي شاركناكم اليوم تعجبكم. فإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من اللايكات ديالكم بالتعليق ديالكم وتبارطاجيوه مع عائلتكم وحبابكم. فالناس اللي كيزوروا القناه ديالي لاول مره نتمنى ان شاء الله انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد للقناه. فانا غادي نقطعو لكم باش تشوفوه كيفاش كيجي. فالبريوش ديالنا كيجي قطني كما كتلاحظوا كيجي خفيف بزاف وكيجي رطب وكيجي رائع. فالناس اللي كيعجبهم الكوك يعني غادي يعجبهم بزاف. عندي واحد المتتبعه في القناه يعني ما كيعجبهاش الكوك ما كتاكلوش نهائيا وقت ما كنحط شي وصفه فيها الكوك كتصيفط ليا كتقول ليا زعما راكي عارفه اني ما كناكلش الكوك وكدير لينا وصفات غير فيهم غير الكوك. فنتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هاد يعني الوصفه اللي شاركت معكم
وتعجبكم. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، بالتعليق ديالكم، تبارطاجيوه مع عائلتكم وحبابكم. فنقول لكم السلام عليكم، إلى فيديو جديد إن شاء الله، وصفات جديدة، وفي أمان الله.